موضوع هذا الفيديو كما أتوقع وكما قرأتم عنوانه ربما سيزعج كثيرين، لأنه لا يلجأ لعلاج جسد شعوبنا الثقافي العليل بالمسكنات والمراهم، إنما باستعمال مبضع الجراح، أي أنه يلجأ إلى التشريح ولا يكتفي بالتصليح، لكنه يأتي ضمن كالعادة ضمن المنهج الذي أتبعه في حلقات تثوير وتنوير، وذلك بتقديم موضوعات تمس حياتنا ولا تتعرض لمعتقدات الناس بهدف الإساءة، إنما بهدف التقويم والعثور على حلول واقعية وجريئة لمشاكلنا. لكن لماذا هو مزعج؟ لأنه سيخرجهم من منطقة الراحة أو كومفورت زون، وقد تدفعهم لاتخاذ مواقف حادة تصطدم بالمجتمع، وهم في غنى عن هذا الأمر. والآن ما هو الموضوع تحديدا؟ أنه يتعلق بحجة شائعة جدا، وهي تبرئة الدين من كل الأخطاء التي تجري باسمه. وعلى أسس هذه الحجة قامت كل أعرافنا وتقاليدنا وعاداتنا وأحكامنا وعلاقاتنا اللي ما زالت طبعا متخلفة ومتكلسة باعتراف الجميع. مقدما سأقول خلاصة لرأيي وسأوضحه في الفيديو لاحقا. أولا، أن الخلل أصلا في الدين، وأن الدين صناعة فقهاء، أي أنه ليس مقدسا ولم ينزل من السماء. ثانيا، أن لا حاجة للحذر من نقد الدين، وأن علينا أن نكون شجعانا في مواجهة القيم الموروثة، وأننا لا بد من أن نقبل فكرة المراجعة والتجديد والتغيير. وثالثا، أن انتقاد رجال الدين قدماء كانوا أو معاصرين ليس بجريمة، بل إنه أمر يصب في صالحنا وصالحهم، وأيضا صالح الدين نفسه وصالح مجتمعاتنا ومستقبلنا، أيضا مستقبل أولادنا، وهذا أيضا سيجعلهم أكثر إبداعا وعطاء وتقديما لخدماتهم إلى الناس. كي أبدأ في هذا الأمر سأتناوله من عدة جوانب، منها الجانب التاريخي والديني والنفسي والثقافي وأيضا المؤامراتي، فكونوا معي. هنالك كثير من الناس يقولون بأن لا يجوز لك أن تنتقد الدين، أن المشكلة هي ليست في الدين إنما في رجال الدين أو في تجار الدين. تقال بصيغ مختلفة، الفكرة الأساسية دائما هي أن الدين في حصن حصين مقدس ويجب عدم الوصول إلى هذا الحد الخطير. هذا العملية استمرت على مدى مئات السنين لحد هذه اللحظة، ولكن النتائج هي حتى نفهم ما حصل راح أتناول الموضوع من جوانب مختلفة. أولا، من الجانب التاريخي أو من الجانب الديني أو من الجانب النفسي أو من الجانب الثقافي، وأيضا الجانب المؤامرات إذا صح التسمية. وهذا راح أحاول باختصار شديد جدا، وحتى لا يصير الفيديو طويل راح أقول بأن هناك الجانب التاريخي. أولا، أن هذه المقولة منتشرة بشكل واسع جدا، ويكاد من يدلقها على الآخرين يشعر بالزهو والانتصار بأنه تمكن أخيرا من إنقاذ الدين من أعداء متربصين به ويحاولون انتقاده والمس بكرامته والذود عن بغيره، يعني تعطي نوع من الانطباع النفسي جيد. لكن الحقيقة شنو؟ هل هي أن الحجة صحيحة؟ خلينا نفترض أن هاي الحجة صحيحة، حسنا لنفترض أنها هذا إذا كانت صحيحة، هذا معناه أن الدين، ولا خلينا نتحدث عن الدين الإسلامي، أنا عموم الأديان راح كلامي يخصها، لكن يعني أضرب بعض الأمثلة عن الدين الإسلامي لتتضح الصورة، لأننا مسلمون وقريبون إلى هذا التصور. أنا أقول بأنه إذا كانت هذه الحجة صحيحة، فهذا معناه أن الدين الإسلامي ما كان أكو حاجة لنزوله، ولا كان أكو حاجة لأن يرسل الله جاء
جل وعلا رسولا لكي يصحح الأديان، ما انحرفت عنه الأديان السابقة عليه. الرسول والدين الإسلام بأكمله أقام نفسه ورسخ رسالته على فكرة أساسية، وهي أنه جاء لكي يصحح ما أخطأ به الآخرون. والآخرون ما الذي أخطأوا فيه؟ أنه انحرفت النص المرسل للأنبياء، والناس تعاملوا معه بطريقة سيئة، وكان هناك كهنة وأحبار كما ونصوص القرآن يعني معظمة بها عشرات بل مئات اللي تذكر هذا الموضوع أو تشير إليه، بحيث مسألة ليست محط أخذ ورد. هذا الموضوع معناه أنه الدين الذي أتى أو الذي نزل علينا أو وصل إلينا لم يفلح في إنجاز مهمته. من يقول بهذه الحجة بمعنى المعاني، أن من يقول بهذه الحجة يقول يتهم الدين ضمنه، أنه صحيح هو يقول بأنه رجال الدين أساءوا وأنه هنالك تجار للدين فعلا يقول، بس هو بنفس الوقت بدون أن يشعر هو يتهم الدين الذي يحاول الدفاع عنه. بمعنى آخر هو يطعن في وهو يحاول أن يذود. هذا عكس المطلوب. الآن ما هو الجانب الاجتماعي لهذه الحجة؟ القول بأن الخطأ في الدين فيه مخاطر ليس أمام المجتمع فقط، أمام النفس. فإحنا كلنا عندنا نوع من يعني إحنا نعيش في مجتمع ديني، أقاربنا أهلنا، فنخشى من التعرض للمسألة الدينية لأننا سنلاقي الأمرين بسبب هذه المسألة. هناك نوع من الاختطاف للجميع. الدين أو رجال الدين جعلوا الدين مسألة ابتزاز، يعني أنت لا يجب أن لا تتحرش أو تحاول أن تمس بالدين بأي شكل من الأشكال. يعني صار الدين عملية ابتزاز للآخرين، عندما تدعي بأنه أنت متدين وجيد هذا ابتزاز جاهز للجميع، بأنه أنت لا يحق لك أن تتحدث معي، حتى لو كنت فاسدا أنا أخطأ، أنا هذه أكاذيب، وهكذا أصبح الدين ورقة ابتزاز. فبالتالي هذا لا يشرف الدين بالضرورة، يعني ما يحتاج نشرح المسألة. ألاحظ كثيرين عندما يرد عليك يقول لك لا توصل على الدين، لا تمس الدين، لكن هو واثق جدا ويحاول يقاتل ويدافع ويبحث عن كل الحجج بكل الطرق حتى لو كان بها نوع من التزييف، لأن الدين أيضا دين الفقهاء يشرع الكذب والدجل في سبيل الدفاع عن الدين وحتى القتل أيضا. المهم ليش هاي الثقة الكبيرة؟ شو اللي نخشى مواجهته؟ بصراحة لابد أن نعترف أنه هنالك جانب نفسي، وهذا الجانب اللي راح أتناوله، أنه جانب نفسي كبير، أنه الدين هو مشيمتنا، مشيمة الإنسان عندما يولد. الثانية، إحنا كلنا كما نعرف إحنا الإنسان يولد بمشيمة، يعني عندما لحظة ولادته يبقى مرتبط بمشيمة الأم، هذا الرحم كان هو اللي يمده بالغذاء عبر المشيمة. عندما يولد هو ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج أن يتعرف على العالم حوله، هو لا يستطيع التعرف، يحتاج المجتمع، الأم، الأب، العائلة، المجتمع بأكمله أو الجماعة التي ينشأ فيها، يحتاج أن يتعلم منه كل شيء. يعني معروف المسألة أنه الإنسان الذي يولد وحيدا يبقى متخلفا، يعني عبارة عن حيوان، وهي أثبتها علماء النفس، إنسان كائن اجتماعي. اللي أريد أقوله بأنه الإنسان عندما يولد بحاجة إلى مشيمة ثانية، هاي المشيمة الثانية هي الدين، التقاليد اللي نسميها الدين، ومو الدين يعني هذا اللي بذهننا، لكن هو كل مجتمع على دين الخاص، يعني الدين البوذي يفهم الدين بمعنى المختلف عنه، وحتى الشيعي أو السني أو الوهابي كل واحد يفهم الدين بطريقته، لكن أكو سياقات عامة، يعني الوهابي يعرف السني، المسلم عموما سياقات، أكو سياق عام يشمل الجميع، بل لكن المسلم يختلف عن المسيح وهكذا. اللي أقوله بأنه الإنسان يولد وهو بحاجة يتغذى من مشيمة أخرى،
وهي مشيمة المجتمع، المشيمة الثقافية اللي يغذيها إلى المجتمع. هذا الشيء يؤدي بنا أنه عندما نشعر أحد يهاجم أو ينتقد الدين أو الثقافة التي نشأت عليها، كأنما يتعرض إليه شخصيا، كأنما يتعرض إلى الأم التي نشأت وولدت في رحمها. المجتمع هو الرحم الإنسان عندما يولد. الإنسان عندما يكون، عندما ينشأ داخل الرحم هو ابن رحم الأم، لكن عندما يولد هو يولد داخل رحم المجتمع. يعني معنى آخر، هو ينتقل من رحم الأم الداخلي المظلم الرطب الذي لا يفعل فيه أي شيء، مجرد يتلقى ويتغذى وينشأ، عندما يخرج يدخل أين؟ يدخل في رحم المجتمع. فكيف عندما أنا أجي مثلا كشخص وأحاول أقول له هذا الرحم يا أخي فيه مشاكل كثيرة، لأن إحنا بعد طلعنا من جو الرحم، هذا جو الرحم طلعنا منه بعد ما نحتاجه، لكن عندما نرجع إلى رحم المجتمع، إحنا ندخل برحم المجتمع حتى لماذا؟ حتى ننشأ ونتكون وننمو ونستقل بذاتنا، وتبقى لنا قراراتنا وخياراتنا الخاصة. لكن شو يصير؟ يصير بأنه هذا الرحم دائما يحاول يفرض نفسه عليه. أنت لابد أن تتابع هذا الرحم كما هو، أن تتغذى عليه باستمرار، ولا يجوز لك أن تحاول أن تخرج على قوانينه وأعرافه وعاداته وتقاليده. أنت يجب أن تطيع وتصر على هذا المسألة. مع الوقت الإنسان مع نشوءه، يعني عندما يبلغ سن المراهقة ويبدأ يحاول أن يتعرف على ذاته وعلى نفسه، مع الوقت تصبح عنده هذه جزء من طبيعته وحياته، ويصبح يعني أشبه يعني كما يولد الحصان. الحصان عندما يولد يروض ويدجن، فالتدجين هاي العملية تتم بحقنا جميعا، لا يختلف فيها المسلم عن غير المسلم. معظم المجتمعات قاطبة كانت تلجأ لهذه الطريقة بتدجين وترويض الإنسان، لأن الإنسان عدى جانب الأناني الفردي وعدى جانب الارتباط الجماعي، فعليها أن يتغلب على الجانب الأناني لمصلحة المجموع. هاي المسألة كانت قديمة، وهاي اللي بحث فيها آخر مختلف ما أتوسع به، بس المهم هو قضية أنه الجانب النفسي، أنه أنت لا يجوز أو لا تستطيع، لا تتحمل أنه شخص يعتدي على أو يتعرض لدينك. تشعر بأنه هناك شيء مقدس جرى إهانته، جرأت إهانته، هذا الشيء هو اللي الخطير. هناك جانب آخر، الجانب التعصيبي. طبعا هذا الموضوع الأخير مال المشيمة، مشيمة الرحم ومشيمة المجتمع، راح أسوي له حلقة خاصة وبتفاصيل كثيرة جدا ما أدخل بها الآن. المهم أكو جانب آخر، هو جانب يعني التعصيبي. هو حتى نعرف أنا شنو مصدر الدين، يعني هذا الدين يقول لك أنت لا تهاجم الدين، العلة ليست في الدين إنما في رجال الدين أو تجار الدين. حتى نعرف ما هو مصدر الدين، هنا نقع ربما على العلة. العلة ما هي؟ إنه إحنا نعتقد بأن الدين هو نازل من السماء، وهاي لعبة لعبوها الفقهاء ورجال الدين وخاصة من وعاظ السلاطين بذكاء وبحرفية، وفعلا أشهد لهم بالعبقرية، لأن هم الدين مذكور يعني ما أعرف ما ذكر يمكن أكثر من 20-30 مرة، ما أعرف إيش قد مذكور بالقرآن الكريم، لكن هذا الذكر كان في كل مرة الدين إلى معنى مختلف. وأدي حلقة عن مفهوم الدين ومعنى الدين، ولا المفهوم الدين بعد ما منزلها، بس أدي عن معنى الدين، كلمة الدين لغويا سواء باللغة العربية أو العبرية أو اللاتينية. هنا اختلطت الأمور، فإحنا عندنا نشعر بأنه عندما يقول القرآن الدين عند الله الإسلام، إحنا نشعر عندما الرجل الدين عندما يتحدث عن الدين نشعر هو هذا نفسه، لا هو ما له علاقة. هاي مغالطة بين الاثنين، يجب أن ندرك. الإنسان يشعر بأن هذا الدين الذي يرمى عليه ويبتز باسمه، هذا الدين ليس هو الدين الذي
المذكور في القرآن، وليس ولا حتى واحد منها، حتى القرآن نفسه بعشرات المرات يذكر الدين، مرة بصيغة الحكم، مرة بمعنى القانون، مرة بمعنى الحساب، مرة بمعنى الدين، مرة بمعنى الدينونة، عشرات يعني أكو، ولا يمكن أن نجد بها نتيجة. وحتى كلمة الدين عند الله، حتى الإسلام به مشكلة، كلمة الإسلام ليس بالمعنى الإسلام القديم، المعنى آخر، لأن يعني الإسلام معنى التسليم أو أن نكون شهداء أمام الله، يعني لها معنى مختلف. لكن الإسلام إجا لاحق كتسمية للدين، اسمه اسم لاحق على الآية. المهم الذي يقول الدين الذي يحاول من يحتج على نقده، أنا من الناس، أنا مشروعي هو نقد الدين، مشروعي هو أن أكتب في ضمن حقل فلسفة الدين، أطمح لهذا، هذا طموحي وأنا هذا مشروعي. فأنا عندما أنتقد الدين ليس بهدف، ليس هذا الدين الذي هو موجود في العقول وفي النفس وفي المخيلة، لا، أنا أنتقد الدين الموجود، هذا الموجود، أنا مالي لا علاقة لي بما بالحلم البلاسك، أنا لي علاقة بالواقع، هذا الدين الذي هو في الأرض، كما يقال أو كما أقول، أنا ما أعرف من قالها، أنا قد أقول بس أنه الدين بممثليه، أنت لا تقول لي أنه هذا لا يمثل الدين، هذا هو الدين، هذا أنا أشوف التاريخ كله أباوع، أشوف هذا الدين، هذا هيك هيك، ما تقدر تقول لي لا مو هذا الدين، أنه لكل فكرة، يعني أنت ما ممكن تجعل معادلة رياضية وتلوم عالم الرياضيات الذي أنتجها، وثم عندما تلوم تقول لا، أنت وتلوم الرياضيات وعلوم الرياضيات ومعادلاتها، تقول لا، العلة ليست في الرياضيات، العلة في عالم الرياضيات، إذا هو ماخذ شهادة عليا وبروفيسور وعنده نظريات والناس تشتغل، تجي تقول لا، هذا ما له علاقة بعلم الرياضيات، علم الرياضيات شيء وعالم شيء آخر، فهو بس هو ممثل، يعني ما تقدر تقول هذا عالم الرياضيات هو عالم مثلا بالطب أو عالم بالنجارة، يعني هو رياضيات. فمن علومه هو طالع من رحم الرياضيات، يعني هو هذا الرحم اللي أنتجه، فهذا الرحم يعني مهما كان هذا الرحم هو المسؤول عنه. يعني حتى أوضح الموضوع، الجانب التأصيل، عندما تقول، أرجع بالنقطة الأولى ربما ما وصلت بشكل صحيح، عندما تقول بأنه العلة في رجال الدين وليس الدين، أنت تتهم الدين، لأنه الدين هو الذي سمح بوجود هؤلاء. لو كان الدين متماسك وحاسبها من جميع الجهات ومحسوبة، يعني لا يسمح بهذا الشيء. هذه أرجع إلى الآن الجوانب المهمة الأخرى توصلني. خلينا نفترض المقولة نقول صحيحة، أمامنا خيارين، الأول نحسم الأمر ونقول بأن الدين هو كذا الصحيح، وأنه هذا عندما تقول أن هذا لا يمثل الدين، حسنا، ما هو الدين؟ تعالوا نجتمع ونلتقي ونتفق ونقول هذا هو الدين، هذا مو دين، هذا ليس الدين، انتهى. أو حل الثاني، أمامنا الحل الثاني، أنه نجي نحاسب هذا الرجل، يقول هذا رجل لا يمثل، أو هذا المجموعة لا يمثل رجال الدين، ونحسب الموضوع. اللي يصير شنو؟ اللي يصير انه يقول لك لا، هؤلاء لا يمثلون الدين، لكنه بنفس الوقت لا يطالب بانه يا تعالوا هذا ما يمثل الدين وهذا يمثل الدين، وخلنا نحسم الموضوع. ليش نعطي فرصه للاعداء يهاجمون الدين؟ اذن يجب ان نتحد، وبدلا من ان نلتهم مهاجمه الاعداء، علينا ان نراجع انفسنا ونقول هذا هو الدين وهؤلاء لا يمثلون الدين وانه فلان وفلان وانتهى الموضوع. وهاي خلاص. لو كانت الامور، ليش ما يحصل هذا؟ لاننا نعرف باننا سنواجه كارتل ضخم من رجال الدين اللي هم متنفذين ولديهم سلطه وثروه وجاه وسمعه، ولا تستطيع مجابهتهم. لهذا السبب نلجأ الى ماذا؟
بطريقة جبانة يعني. هو حتى يعني أنا يعني أتهم من يتحدث بهذه الطريقة بصراحة بالجبن. أول مرة بالفقرة الأولى اتهمته بأنه ضد الدين نفسه، لأنه ينكر حقيقة الدين بأنه الدين أتى لكي يصحح ويمنع الاعترافات، وهذا سبب وجوده. فكيف بالانحرافات ما زالت موجودة؟ إذن هذا الدين غير نافع أو فاشل أو مشروع فاشل. إذن أنت أسأت للدين. الآن أنت أيضا بهاي الحجة اللي تطالب أن تنكر الآخر، يعني أنت شجاع على من يحاول أن انتقاد الدين، وهو عادة ما يكون ضعيف هذا الشخص، يعني مو شخص قوي أو أدى سمعة مثلي مثل حالاتي. يعني أنا شخص عادي، يعني ما عندي لا مؤسسات ولا دولة تدعمني ولا شيء، فأنا شخص ضعيف ممكن تهاجمني، فأنت بطل تصير عليه، لكن ما تصير بطل على اللي هو اللي أساء للدين، واللي هو رجل الدين بالمناسبة. أنت تقول مو أنا، أنت تقول أن رجال الدين هم المسيئين وليس الدين. أنا أقول لك لا، الدين. أنت تقول لي أوكي، أنا راح أحسم لك الموضوع. فهكذا تتضح الأمور بسرعة. فإذا أنت بهذه الطريقة تتسبع، أو بالعراقي تتشاطر أو تصير سبع البرومبا عليه بالمصري، وتصير فأر وجر. بالعكس تروح تدافع عن هؤلاء، يعني هؤلاء جميعاً الذين يتحججون بهذه الحجة الواهية، يعني الوضيعة، هاي الحجة يروحون يدافعون، ينصبون أنفسهم محامين عن رجال الدين اللي هم نفسهم ما يدافعون عنهم. يعني هم الشعوب مظلومة ومسحوبة ومسروقة، مسحوقة ومس يعني ومسروقة، ولا عندهم حقوق، لا، والقتل فيهم مجاري، والاعتقال والانتهاك الأعراض وكل أنواع الفساد تمارس بحقهم، ما عندهم أي حقوق تقريبا، ويعني ما حد يدافع عنهم. رجل الدين ما يدافع عن أحد بالمناسبة، لازم نعرف هاي. الدين لا يدافع عن أحد، الدين يطالب الآخرين بالدفاع عنهم، وهذا اللي يسوونه هؤلاء. اللي بالنتيجة حتى ما نطول حكي، أقول هذا معناه انه احنا نخشى هؤلاء الخلاصه اكثر من خشيتنا من الله الذي نزعم نحن عبادته بالمناسبه. يعني احنا نخشى رجال الدين اكثر من الاله الذي نقول بانه ارسل هذا الدين. ولا هو بالمناسبه، لا هو هذا الدين ارسل الهنا، لانه هذا الدين وضعه رجال الفقهاء، هاي حقيقه. كلنا قلت عن انه خلطوا الامور عليه بحيث خلونا نشعر بان الدين هو هذا نفس المذكور بالقران، لكن بالحقيقه هذا مو الدين الموجود بالقران. هذا الدين ناس اشتغلوا عليه مئات الفقهاء، وبالتحالف مع، وصارت خلافات وقصص طويله عريضه، واتفاقات مع، يعني توافقت مع مصالح حكام والامبراطوريات والخلافة الأموية والخلافة العباسية، وبعد أنواع الدولة البوهية والسلجوقية وأجت العثمانية، ولا هاي اللحظة، لهاي اللحظة أكو يعني أكو حزمة من التوافقات والاشتراك، يعني متآمرين فيما بينهم من أجل إنتاج هذا الدين اللي نشوفه الآن. هذا أصل الآن إلى جانب المؤامرات، هو قبل الأخير، وأقول بأنه إحنا جانب المؤامرات شنو؟ إحنا عندنا مشاكل كثيرة جدا. يجي واحد يقول لك ليش تحكي عن الدين؟ ليش تحدث عن الدين؟ روح اتحدث عن مشاكل، الأزمات اللي نواجهها، الفقر، الجهل، المرض، الظلم، اللامساواة، اللاعدالة. أقول لا حسن، أنت ليش طالبني بهاي المسألة يا أخي؟ روح طالب الدولة، طالب الحلفاء الدولة اللي هم رجال الدين، طالبهم. ليش طالب لي أنا؟ زين ليش ما تروح عليهم تحكي معهم؟ اللي هو من المسؤول؟ من اللي يعني احنا مجتمع، يعني هو ثقافته بأكملها دينية، صحيح اكو كم واحد مثلي يعني يحاول شوية يعطي افكار جديدة، شوية يتهموه بالكفر بالالحاد، يعني هاي تعودنا عليها، لكن بالنتيجة احنا ما لنا تأثير، احنا بس مجرد عندنا صوت نتحدث معاكم ونحاول نوصل افكارنا.
وعسى ولعل انبهكم بانه انتم انتفوا على مستقبل اولادكم على الاقل. على ان اولادكم انتم لمن تخافوهم؟ تخافوهم الى مستقبل مجهول وراح يتعرضون بالانتهاكات والظلم، وبعد ذلك اولادكم احفادكم ايش راح يعني باي وجه تقابلوهم يعني. على كل حال اللي اقوله انه احنا الدوله ايش سوت؟ اللي سوته شنو؟ الدولة قالت وظفت رجال الدين، أنا هذا رجال المؤامرات، وظفت رجال الدين لصالحها، وهذا معروف يعني. وحتى بعض قادة الدول من حتى الفترة الناصرية وقبلها، هؤلاء كلهم وظفوا الإخوان المسلمين لصالحهم، الحركات الإسلامية المختلفة كلهم وظفوهم لصالحهم. لماذا؟ لأنهم أمامهم مشاكل هائلة ما يعرفون يعالجوها لمجتمعهم، اغتصبوا حق التمثيل المجتمعات مالتهم والشعوب. فماذا يفعلون؟ هل عندك مشاكل سكن، وعندك مشاكل اقتصاد، وعندك مشاكل فقر، وعندك مشاكل بطالة، وعندك مشاكل لا أول إلى الآخر، ماذا تفعل؟ تروح إما أمام خيار، إما تروح إلى علماء الاجتماع والناس والاقتصاد يعالجونك المشكلة، أو تروح رجال الدين يمتصوا لك المشكلة ويخبرون الناس. فماذا اختاروا؟ الجواب لكم، ما يحتاج اقول يعني. هم باعوا الان، شوفوا المجتمعات المتخلفه والجاهله وتعرفوا النتيجه، انه هؤلاء رجال الساسه تحالفوا مع رجال الدين، وهذا ما نحن عليه الان. اصل الى الجانب التطبيقي للحج للحجه، هاي الحجه الواهيه. اولا انتشار هاي الفكره في جميع المجالات، ليس في مجال الديني فقط، انما كل من تتحدث معه يقول لك لا انا مسؤول. تجد ان المسؤول ليس بمسؤول، يعني هي كلمه المسؤول اتت من السؤال، انت تكون مسؤول عن حفنه من الاشياء او حفنه من الاشخاص، فعليك ان تنجز عملك، ان لم تنجز فانت ليس انت اخفقت في مسؤوليتك. الملاحظ بأنه إحنا هذه الحجة تشرق عبر التاريخ، ودائما نلاحظ بأنه إحنا أصبحنا بلا مسؤولية، يعني هو مسؤول ويحارب ويقاتل من أجل أن يكون مسؤول، لكنه بالنتيجة عندما تحين لحظة الحقيقة أو عندما يواجه لحظة حقيقة يتنصل من هذه المسؤولية ويقول هذه ليست مسؤوليتي. إذن ما يعني غريبة هاي الحجة نفسها نفس التركيبة ونفس الطريقة تمارس بجميع المجالات. تروح تلقاها بالجانب التربوي، تلقاها بالجانب يعني بالجانب الاقتصادي، تلقاها بالسوق، تلقاها بالعائلة، يعني حتى بالعلاقات العاطفية نفس الحجة. يرتكب الذنب ويقول لك لا أنا مو صدق، يعني لست السبب، أنا كان آخرين أخطأوا. هذه الحجة نفس الطريقة دائما نتنصل. عندما نلاحظ التاريخ نجد ايضا باننا شعوب غير قابله لان تكون على خطا. بصراحه احنا شعوب لم نجد يوما شخصا مسؤولا واحدا قال انا اخطات. مره سواها بس يمكن جمال عبد الناصر، ولا وطلع وقال انا بال 67 صارت نكسه واحتلت اسرائيل، احتلت يعني اجتاحت ثلاث دول واحتلت هاي الضفة الغربية وسيناء وجولان والضفة، يعني احتلت قد مساحتها ثلاث مرات خلال خمسة أيام، يعني انتكاسة مو طبيعية، يعني مو نكسة، هي يعني هزيمة كاملة. فطلع جمال عبد الناصر قال انه انا ما انا اخطأت، وما حتى ما قال اخطأ، قال انا اتحمل المسؤولية، ما اعرف بالضبط ما ذكر، لكن طلع قال انا استقيل. طلعت الملايين بالشارع يقول لا انت مو غلطان، يعني تخيل حتى الشعوب تعودت انه تقول لا ماكو واحد غلطان، احنا ما نغلط، احنا في ظروف الاعداء هم اللي اخي انت عندك مشروع، انت عندك دين تريد تطبقه، فانت عندما تخفق لازم انت دارس الموضوع بالكامل، انت تعرف المجتمع اللي جاي انت حتى تصلحه، او عندك سياسه مثلا معينة، برنامج تحزب عندك برنامج، فهذا البرنامج مبني على وقائع، مبني على حقائق، وتقدم معالجات. إن فشلت فيها فإن مشروعك فاشل، فأنت إن فشلت وقلت إنه هنالك أعداء لم يسمحوا بإنجاز المشروع،
طبعا لانه انت ما درست الموضوع، انت لو دارسه صح هو كان ما تفشل. على كل هذا كلام طويل، المهم حتى اختم الموضوع اقول ما هي نتائج سيئه لهذه الحجه؟ اولا انتشار الجهل والتخلف، انتشار الظلم واللا عداله واللا مساواه والبطاله يعني بعد كل السيئات اللي تعرفوها، انتشار ثقافه التنصل كما قلت، انتشار ثقافه الجبن والدجل والجريمه وانعدام الاحساس بالمسؤوليه، اختلاط القيم ايضا، فلا نعرف لحد الان ما هو الصدق من الكذب واين هو الحق من الباطل، كل شيء اختلط. اصبحنا يعني دفعنا الجميع لان يتشبهون بالدين وانهم لا يخطئون، انهم مطلقين يعني كالدين حاله مطلقه لا يمكن ان يخطئون. ايضا صار عندنا احساس بالذنب انه احنا اخفقنا بحق الدين وانه الدين كذا وكذا ولازم احنا نحاول ان نتشبه بالدين انه هاي اخطاء. يعني هاي كلها صار الدين يعني اعتبار يعني اعتبر شيء شخصي، هو ليس بشيء شخصي، الدين هو عقد اجتماعي بين الجميع، هو شيء جماعي. هو ليش الدين موجود بكل المجتمعات؟ لانه يربط علاقات بين الاخرين، حتى معنى الكلمه اللاتيني هو ربط بين الاخر بين الناس. يعني يقول لك وين الصح وين الخطا، هذا مجتمع يتوافق، والمجتمع اليوم هذا صح باكر مو صح، او خطا اليوم خطا غدا ليس بخطا، يعني تتطور الامور. المهم هذا يجعلنا بالنهايه اقول هذا يجعلنا هذا كله هاي الحجه تجعلنا نسير بالاتجاه المعاكس، يعني بدل ما ان نتوجه نحو المستقبل ونحاول نعالج الامور ونواجهها بشجاعه وبقوه ونقول بانه هذا الدين الذي الشائع الذي اورثه لنا الفقهاء والذي يمارسه الان رجال الدين المعاصرون لنا قاطبه دون استثناء بالمناسبه، هؤلاء جميعا اجرموا بحقنا، هؤلاء جعلوا الدين مطيه لهم لاطماعهم وحاجاتهم، وعلينا ان نوقفهم ادحتهم وننتقد الدين الذي يتحدثون عنه. نحن لا نريد شخص يجي يلقي علينا موعظه ويعلمنا ما هو الدين الصحيح ويدير وجهه ويروح، لا، عليه ان يطبق كلامه، ان يقول بانه امر بالمعروف ونهوا عن المنكر، اين انهاءكم عن المنكر؟ يلا راؤول، هل قضيتم على مشكله واحده؟ لماذا لا؟ لاننا ما عندنا هاي الشجاعه، لانهم علمونا على الاستكانه، علمونا اننا اعضاء في رحم. وهذه الدين هو المشيمه اللي يتغذينا واللي لازم دائما نسجد لها ونتابعها ونحرص عليها، وانه نبلع السنتنا ولا نتحدث بشيء خارج السياق المعمول عليه داخل هذا الرحم اللي هو رحم المجتمع. انا اقول انه نحن القينا كل شيء على عاتق الدين، وهذا الدين اللي نتحدث عنه لا يتفق عليه اثنان على معنى، ليس لانه لا يوجد الا معنى واحد، لا، لانه احنا كلنا مختلفين وندعي اشياء غير موجوده. اختم واقول ان هناك مقوله انا تحدثت احاول ان اكون بطريقه منطقيه وبسيطه، لكن اختم بمقوله مشهوره للعالم الكبير او الفيلسوف الكبير كارل بوبر اللي هو ابو فلسفه العلم الحديثه، يقول لا يمكن ان يكون لحجه منطقيه تاثير منطقي على من لا يريد أن يتبنى تفكيرا منطقيا. إذن نحن مجتمع ما زلنا بسبب هاي المقولة أنه نتصرف بطريقة عاطفية وبها تنصل وبها تنصل وبها أيضا استخفاف بمستقبل أولادنا، وعلينا أن نتحمل المسؤولية ونكون شجعان ونعرف بأن الدين هو نتاج رجال الدين وليس شيئا آخر.